وننتقل لفاصل، بس خليني اقول لكم بس ان احنا عندنا تقرير وهو صالون الاوبرا الثقافي. وبين بدار الاوبرا المصريه صالون ثقافي بعنوان العلاقات المصريه الامريكيه الى اين، شارك فيه السفير نبيل فهمي ودكتور حسن نفع ودكتور حمدي عبد العزيز. معظم المعونه الامريكيه بتنفق اما لصناع بضائع امريكيه تجاريه وفنيه امريكيه، وبالتالي الجزء اللي بتحصل عليه مصر جزء محدود، وعلى رأي انه يمكن الاستغناء عنه. اول مره كان دائما بيحصل تهديدات في الكونجرس بقطع المعونه ايام بوش ابنه، وكان دايما بيبقى في خلافات وجهات النظر، ولكن لم تحدث يعني اي قطع للمعونه، بس هي ممكن تمسك بعض او تتشدد في بعض الشروط او المعونات. الولايات المتحده ستظل دوله عظمى ولا استطيع ان اقطع العلاقات معها، لابد ان اتعامل مع الولايات المتحده. ومصر ستظل دولة مهمة في المنطقة ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تستغني عنها إطلاقا، وبالتالي في منطقة مصالح مشتركة علي أن أستثمرها وأنميها. العلاقات المصرية الأمريكية سياسيا واقتصاديا والمعونة الأمريكية دار حولها جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة، كانت محور حديث الندوة. إنجي خالد لنهارك سعيد.